وما ترك شيئا من أحزابه وما ترك شيئا من فرائضه. أتذكر أنه رضي الله عنه كان يوما يتألم حتى جاءه الطبيب وربط الحقنة على ذراعه. فلما بلغ وقت صلاة الظهر سألني: هل بلغ الوقت؟ قلت: نعم بلغ الوقت. قال: وأنا كيف أصلي اليوم؟ قلت: يا شيخ أنت لا تصلي اليوم، أنا كنت أقيس فقط على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال لي: هكذا قال مالك، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. قال مالك: لا يصلي ولا يقضي، أما أنا فأصلي. كأنه أخذ برأي أبي القاسم. وكما قلت أنه ما ترك وردا من أوراده. أتيته صباح يوم وكان الطبيب قد نصح بأن نسقيه الماء كل آونة وأخرى. فلما جئته بالماء وهو ينظر إلي ولم يتكلم وما بيده سبحة، حتى مللت الوقوف ورجعت إلى مكاني. وبعد ذلك بقليل قال: يا الحسن، أنا كنت أقرأ الورد اللازم، والمريد التجاني إذا كان يقرأ الورد اللازم لا يتكلم ولا يشرب. قلت: شيخ، أنا قرأت في كتاب درة التاج أن بالإمكان أن يشرب. قال: دارد، لا 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 لا، ولو جرعة. نعم، لأن الماء يطفئ حرارة الذكر، ويستحب للذاكر أن ينتظر برهة قبل أن يشرب، لأن الماء يطفئ حرارة الذكر.